مساء الخير، في عنا مجموعة أخبار هامة. بخبرنا الأول، مثل ما بتعرفوا في بكرة عنا إضراب بألمانيا. تحدثت عن هذا الموضوع بفيديو مبارح. رح يبدأ الإضراب اليوم الثلاثاء، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة 2 صباحا، ورح يستمر لمدة 24 ساعة لحتى تمام الساعة 2 صباحا من يوم الأربعاء. طيب، هون في سؤال مهم تحدثت عنه وسائل الإعلام الألمانية، بأنه ليش الحكومة ما بتتدخل في هذا الإضراب؟ يعني ليش ما بتتدخل الحكومة لمنع هذا الإضراب؟ بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية الرسمية، الدولة هون بألمانيا أو الحكومة الاتحادية ما بتتدخل بهذا النوع من النزاعات. يعني هنن بيتركوا صاحب العمل، رب العمل بالإضافة للموظفين، بأنه يحلوا هاي الخلافات بين بعضهم بدون تدخل مباشر من الحكومة. فهي هي الفكرة، يعني الحكومة ما بتتدخل بهذا النوع من النزاعات. وحتى كمان المستشار الاتحادي تحدث وحكى بأنه الإضراب هو حق مصان في القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، فبالتالي هذا الشيء يعني بيحفظه القانون هون بألمانيا، بيصونه القانون، فبالتالي هن ما بيقدروا يمنعوا هي الإضرابات. فحبيت وضح لكم يعني هذا الأمر بالنسبة للناس اللي عم تسأل أنه ليش الحكومة ما بتتدخل. مثل ما حكيت، الحكومة ما بتتدخل بهذا النوع من النزاعات، ولكن بالمقابل عدم تدخل الدولة والحكومة الاتحادية فهذا شيء عم يخلق مشاكل جديدة في أضرار عم يتسببها هذا الإضراب أو هاي النوعية من الإضرابات، وخاصة على الاقتصاد، لأنه عم يكون في كمان إضراب موازي دايما في قطارات الشحن، قطارات شحن البضائع، فبالتالي هذا الشيء عم يعمل خسائر تقدر بملايين اليوروهات، وكمان الناس عم تتأخر على شغلة، يعني ما عم يعود في موثوقية بخطوط السكك الحديدية وتحديدا شركة دويتشه بان، فبالتالي الناس عم تتأخر على شغلة وما بتقدر تعتمد على القطارات بشكل رئيسي، فهذا الشيء ما عاد يشجع الناس بالتحول للقطارات، فكل شخص صار يحب يعني يتمسك بسيارته أكثر أو يروح يسوق سيارة، ولكن هذا الشيء يعني هو عكس خطة الحكومة من البداية بأنه الناس تتحول من السيارات للقطارات، ولكن هاي الإضرابات عم بتخرب الخطة كلياتها. الخلاف الرئيسي بين شركة القطارات الألمانية دويتشه بان وبين جي دي ال يلي هي نقابة سائقي القطارات الألمانية، مختلفين بشكل رئيسي على موضوع العمال المناوبين. فجي دي ال عم بتطالب بأنه العمال المناوبين، عمال المناوبة، موظفي المناوبة، لازم يشتغلوا في الأسبوع بدل 38 ساعة 35 ساعة فقط، مع الحفاظ على نفس الأجر، ولكن هذا المطلب عم ترفضه دويتشه بان. فهذا هو سبب الخلاف الرئيسي اللي عم يؤدي لهي الإضرابات المتتالية. مننتقل لخبر آخر هام جدا، رح يتم يوم الخميس القادم في ألمانيا التصويت في البرلمان الألماني على قرار خطير جدا، وهذا القرار يتعلق بتسليم صواريخ توغس إلى أوكرانيا، صواريخ كروز الألمانية بعيدة المدى. الفكرة يعني بأنه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU هو اللي عم يدفع بهذا الاتجاه، هذا الحزب هو مع تسليم هاي الصواريخ لأوكرانيا، ولكن المستشار متردد في هذا الموضوع أو رفض هذا الموضوع لحد الآن. بصراحة في انقسام كبير بهذا الموضوع، في سياسيين هون بألمانيا مع تسليم هاي الصواريخ لأوكرانيا لحتى يحسموا المعركة، وفي سياسيين تانين هن ضد هذا الموضوع وبأنه هذا السلاح لا يمكن بأنه يحسم المعركة. فهذا السلاح نوعي، يعني صواريخ توغس بعيدة المدى بيصل مداها ل 500 كيلومتر، هي صواريخ مهمة جدا، لهيك حابين الأوكرانيين يحصلوا عليها، ولكن المستشار متخوف طبعا من أنه يستخدموا هاي الصواريخ ليضربوا أهداف في العمق الروسي، لأنه هاي الصواريخ ممكن تصل لموسكو وتصل لشبه جزيرة القرم، فلهيك المستشار خايف من التصعيد وخايف من جر ألمانيا للحرب. ولكن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يعني مصر على التصويت مرة تانية، في مرحلة سابقة هن صوتوا على هذا الموضوع، رح يتم التصويت مرة تانية في البرلمان الألماني على تسليم صواريخ توغس، فبيعتبروا هذا القرار خطير جدا لأنه ممكن يجر ألمانيا للحرب، ممكن يجعل ألمانيا طرف في الحرب الروسية الأوكرانية. فحبيت حطكم بصورة هذا الخبر يلي عم تتداوله وسائل الإعلام الألمانية. مننتقل لخبر آخر بهم طالبين لجوء الجدد، وخاصة الأشخاص يلي عم يتقدموا حديثا بطلب لجوء هون بألمانيا. في خبر صار بهذا الخصوص، بالفترة الأخيرة بلشت تنخفض مدة إجراءات اللجوء. مثل ما بتعرفوا إجراءات اللجوء بالعادة بتطول لفترة طويلة، ولكن بالفترة الأخيرة بألمانيا على الرغم من زيادة عدد الطلبات بلشت تنخفض مدة إجراءات اللجوء، وبالتالي الأشخاص المتقدمين بطلبات لجوء هون بألمانيا صاروا يحصلوا على الجواب بشكل أسرع. في عام 2023 انخفضت مدة إجراءات اللجوء بمقدار شهر واحد بالمتوسط،
فبالتالي مدة دراسة طلبات اللجوء أو إجراءات اللجوء كانت عم بتطول لمدة 6.5 أشهر في المتوسط، ممكن أكثر شوي ممكن أقل بشوي حسب المقاطعة. ولكن في عام 2022، يعني إذا بنقارن مع السنة اللي قبلها، فكانت مدة إجراءات اللجوء عم بتطول 7.5 أشهر في المتوسط، فبالتالي حصل عنا انخفاض في مدة إجراءات اللجوء بمقدار شهر واحد. ولكن مثل ما قلت، على الرغم من زيادة عدد طلبات اللجوء، بننتقل لخبر آخر يتعلق بالتجنيس. بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الألمانية، ارتفع عدد الأشخاص اللي حصلوا على الجنسية الألمانية في مدينة هامبورغ، اللي هي عبارة عن مقاطعة مستقلة أيضا. في 7537 شخص حصلوا على الجنسية العام الماضي 2023، بزيادة 1000 شخص عن العام الذي سبقه 2022، فزاد عدد سكان هامبورغ اللي عم يحصلوا على الجنسية الألمانية. وكالعادة جاء السوريون في المركز الأول. طبعا هذا الموضوع صار اعتيادي بالنسبة للسوريين، يعني دايما هن في المراكز الأولى فيما يتعلق بالتجنيس في معظم المدن الألمانية، والسبب هو أعداد اللاجئين السوريين يلي هي أكبر من بقية اللاجئين الآخرين. حصل 2306 أشخاص من السوريين على الجنسية الألمانية في المرتبة الأولى، فبالتالي هن كانوا المجموعة الأكبر بين المجنسين. وبالمرتبة الثانية أجوا الأفغان وبعدين الإيرانيين ومن ثم العراقيين. رح أحط لكم بقية الأعداد هون على الشاشة. مننتقل لخبر آخر تداولته أيضا وسائل الإعلام الألمانية. في كلام ضايقه للمستشار الاتحادي أولاف شولز، تحدث فيه البابا فرانسيسكوس بابا الفاتيكان. بابا الفاتيكان تحدث بأنه لازم أوكرانيا ترفع العلم الأبيض الراية البيضة وتستسلم يعني للحرب الدائرة، المعركة اللي عم بتدور ضد روسيا. ولكن هذا الكلام ما عجبه للمستشار. طبعا البابا فرانسيس قصده بهذا الكلام بأنه أوكرانيا لازم يعني توقف الحرب من جانبها، وهذا الشيء هو دليل على الشجاعة والقوة بأنه الواحد يوقف الحرب، يعني يستسلم مؤقتا لحتى يدخل بالمفاوضات، يعني الهدف هو إيقاف الحرب. ولكن هذا التصريح ما عجبه للمستشار الاتحادي أولاف شولز، فرفض تصريحات البابا فرانسيسكوس. وحكى المستشار بأنه أوكرانيا عم بتقود معركة دفاعية ضد معتدين، فبالتالي هنن يلي عم يتم الاعتداء عليهم فكيف يعني يستسلموا، فلازم هنن يدافعوا عن أرضهم ويتحلوا بالشجاعة. وطبعا حتى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيابوك كمان حكت وقالت أنه أنا يعني ما فيني أفهم هاي التصريحات، ما فيني أتفهم هاي التصريحات من البابا فرانسيس. طبعا مثل ما قالت البابا فرانسيس، يعني فرانسيسكوس كان قصده بأنه يعني هذا هو دليل على الشجاعة، بأنه الواحد يرفع الراية البيضاء يستسلم لحتى يدخل بالمفاوضات. ولكن المستشار ما عجبته هاي التصريحات. طبعا روسيا استغلت فورا هذا التصريح وحكيت كمان بأنه هذا الكلام هو مو دليل على ضعف يعني أوكرانيا، نحن جاهزين ندخل بالمفاوضات. ولكن المستشار والألمان يعني وحتى الأوروبيين والغرب بشكل عام هن بيعتقدوا بأنه الروس غير جادين في موضوع المفاوضات. فحبيت حطكم بصورة هذا الخبر أيضا يلي تداولته وسائل الإعلام الألمانية. حابب طبعا بنهاية الفيديو بالبداية عيدكم بمناسبة شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير، ينعاد عليكم وعلى أهاليكم بالخير واليمن والبركات. بنهاية الفيديو كالعادة كمان حابب ذكر بأنه نسبة كبيرة من المتابعين بيحضروا الفيديوهات اليومية، الغالبية تحضر الفيديوهات اليومية ولكن ما بيشتركوا بالقناة. طبعا هذا الشيء بضرب القناة وبإحصائيات القناة، فبتمنى منكم الدعم والاشتراك وكتابة تعليق والضغط على زر لايك، وحتى كمان مشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. كان معكم إلهام بوزان، تبقوا بخير وصحة وسلامة. تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء.